مباشرة بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب، الزيارة اللي كانت شبه فارغة نوعا ما، لم تحمل أي جديد يذكر فيما يتعلق قضية الصحراء المغربية. لكن على الجانب الآخر، نظام حظيرات الجزائر كان متوجس، كان متألم بكثر الصفعات اللي تلقاها على المستوى الدبلوماسي وبكثر الاعترافات اللي جابها المغرب بمغربية الصحراء. كان خائفا مرتعدا من أن فرنسا تعترف بمغربية الصحراء بشكل كبير، اللي غادي تخلي نظام حظيرات الجزائر يدخل في الحيط وأنه يوصل لمرحلة الانهيار التام فيما يتعلق بهذه القضية. غير أن ماماهم فرنسا اعتقتهم في هذه النقطة هذه وما عطاتش موقف واضح وكبير فيما يتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء. وهنا بطبيعة الحال نتكلم عن اهتمام الأم بابنتها المدللة، نفس العلاقة اللي كاين ما بين فرنسا وحظيرات الجزائر ونظام حظيرات الجزائر. فشنو داروا؟ مباشرة بعد الزيارة ديال سيجورني وزير الخارجية الفرنسي، كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة، كان هناك اجتماع على مستوى وزارة الخارجية ديال حظيرات الجزائر ووزارة الخارجية الفرنسية. وفي الغالب نظام حظيرات الجزائر هرول إلى الفرنسيين متوسلا ومرتعدا وخائفا، طالبا هل اعترفتم بمغربية الصحراء ولا ما اعترفتوش بمغربية الصحراء. وجالس كيقول لهم نظام حظيرات الجزائر، هل عار ما تعترفوش بمغربية الصحراء؟ حنا غادي نعطيكم الفلوس وغادي نعطيكم البترول وغادي نعطيكم الغاز، كل شيء خذوه بالمجان غير ما تعترفوش بمغربية الصحراء، هل عار وما تخلوش علينا في هذه القضية مع المغرب، العداء مع المغرب. لأنه في الأصل شكون اللي خلق لنا هذه الجرثومة في المنطقة؟ جرثومة نظام حظيرات الجزائر، بكل تأكيد الاستعمار الفرنسي. والنظام الجزائري ما زال يكن الولاء حتى يومنا هذا للفرنسي، لدرجة على أنه مباشرة بعد زيارة سيجورني وزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب داروا هذا اللقاء، يعني ما كملاش يعني ساعات قليلة فقط، داروا هذا اللقاء على مستوى وزارة الخارجية ما بين حضارات الجزائر وفرنسا، باش يتأكدوا واش فرنسا فعلا اعترفت بمغربية الصحراء ولا ما اعترفتش بمغربية الصحراء. لأنه يعني قبل زيارة سيجورني إلى المغرب كانت هناك تقارير كتقول على أن فرنسا من الممكن أنها تعترف بمغربية الصحراء، لكن نظام حضارات الجزائر كان مرتعبا ومرعوبا وخائفا، لأنها غادي تكون ضربة القاضية بالنسبة للبروباغندا ديالو والعوي اللي كيدير به ضد المغرب وضد الوحدة الترابية ديال المغرب. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.